هو سؤال يعني محيرنا، احنا عايزين نوصل لكأس العالم ليه؟ وهل ده منتخب يوصل كأس العالم؟ النهارده الحكم كان واقف في نص ملعبنا، واقف عند الشناوي، مش قادر هيروح فين؟ هيروح ليه الناحية التانية؟ يمكن كورتين في آخر الشوط التاني ده راحوا لنا هجمتين ولا حاجة، يعني حلاوة تروح، لكن احنا بنلعب عند جون. والشناوي ما كانش مستواه، بس الحمد لله ربنا وفقنا وعدت الليلة. يعني النهارده كنا نستحق إن احنا نتغلب 4-5. السنغال بصراحة خدتنا غسيل ومكوى. احنا لسه ما رحناش هناك. السنغال يعني احنا كنا بنلعب ماتش ليه؟ السنغال محضر لنا ايه؟ النهارده الجمهور على القهوه مشي من بدري، مشي وصمت رهيب. هو ساعه الجون اللي جابه محمد صلاح او الوقت بتاعهم هو اللي حطه فيها، احنا كوره كده ما اعرفش لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، جون جبناه وخلصت، ما لعبناش بعدها كوره. هل ده منتخب هيروح كاس العالم ويشرفنا؟ احنا ممكن نوصل كاس العالم، بس افهم بقى احنا رايحين نعمل ايه؟ رايحين نعمل ايه؟ وكارلوس كروش بيعمل ايه؟ وكابتن مدحت شلبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك واضح ان منتخب السنغال ماسك كوره، ده في دقيقه حاجه و70 ماسكين كوره علينا، ماسكين كوره علينا ايه؟ ده مقطعنا يا عم. ده احنا كنا بنتفرج كده يعني ساكتين عمالين نضحك نرج، ده الناس شافت شغلها وناس مشيت من القهوه. الناس اللي بتتفرج على الكافيتيريا عشان الماتش سابت الماتش ومشيت، ليه؟ عشان منتخب مصر ما بيلعبش كوره. ما بنلعبش كورة، وأنا مش عارف إحنا كنا بنلعب 4 4 2 ولا 4 3 مش عارف كام، ولا بنلعب إيه بالظبط، ولا مركزه إيه، مصطفى محمد مركزه إيه، ولا الدنيا يعني متبهدلين. ساديو ماني واخدها رايح جاي وعدوبك يعدي، ومحمد الشناوي خايف يطلع على الكورة العرضية، طلع على كورتين ثلاثة والباقي سابه كده وربنا سترها الحمد لله من عنده وعدت، والكورة اللي صدها برجله ودراعه وجعه إزاي دي ما تعرفش يعني. وخدت خط الدفاع يعني ياسر ابراهيم رجع نزل، بصراحه انا كنت خايف منه، عمل ماتش حلو، عمل ماتش حلو، شال كورتين، لكن هي توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي هتعمل معانا ايه هناك؟ هنروح السنغال نعمل ايه؟ ده سؤال. هنروح السنغال هنعمل ايه هناك؟ طيب صعدنا بقى كاس العالم بالشكل ده، ايه بالشكل ده؟ نقعد في البيت ما بلاش يعني، ونتفرج على نعمل نشتغل في الدوري المصري، الاهلي والزمالك والاسماعيلي بحالته مش عارف يعني، نعديها نقضيها، بلاش بقى بلاش بقى كاس عالم وبلاش الشكل ده خالص. ده احنا في كاس الامم الافريقيه جبنا 4 جوان، وصلنا النهائي، وصلنا النهائي زي الحمد لله، فضل ربنا فضل ربنا والله. يلا اشترك في القناه وفعل الجرس واكتب تعليق حلو. السلام عليكم.